أهلا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامجكم صحتكم أمانة. الإصابة بفيروس كورونا لا تعني آخر الحياة، هي إصابة بمرض وتحتاج علاج وتحتاج أيضا صبر وإرادة وتحدي في فترة العزل الصحي. واليوم بنتعرف على القرب على طبيعة العزل الصحي وكيف المريض يتحمل البقاء في غرفة واحدة طبعا طول فترة العزل، وهذا بنعرفه من خلال ضيفنا اللي تغلب على فيروس كورونا في 7 إلى 9 أيام تقريبا من الإصابة، والآن هو في فترة الحجر المنزلي. نرحب بضيفنا عبر برنامج لايف سايز الأستاذ سيف أهلي. نرحب فيك يا أخوي سيف. مساك الله بالخير يا دكتور، الحمد لله على كل حال، الحمد لله دائما أبدا يا رب. طبعا أنا قبل أي شيء لازم أعرف المشاهدين أن الأخ سيف هو صديق عزيز، هو يعني نحن اشتغلنا مع بعض من فترة طويلة. الأخ أبو عبد الله أو أبو عمر كان ضابط في شرطة دبي، بعدها كان انتقل إلى وأثناءها كان يخدم في الإسعاف، وانتقل حاليا إلى مركز دبي التجاري، صحيح ولا لا أستاذ سيف؟ صحيح يا دكتور، الحمد لله والشكر. الله يعطيك الصحة والعافية. وين خدت المرض؟ والله الدكتور أنا كنت مخالط لواحد من الأخوة، وهو فحص وطلع عنده أنه هو حامل هالفيروس، فبالتالي علي أنا أني أنا أروح وأفحص عشان أتأكد. بس خلنا نكون واقعيين أستاذ سيف، أن مخالطتك لإنسان كان يخدم في مستشفى من المستشفيات، يعني بمعنى أنه كان يخدم ويؤدي الواجب، وأنت مخالطتك كانت أثناء أدائك للواجب كذلك. صحيح، أنا خالطت شخص كان يشتغل في المستشفى، نعم، وطلعت نتيجة بوزيتيف، نعم، بالتالي علي أنا أني أنا أروح أفحص، وبعد الفحص تبين أني أنا حامل هذا الفيروس. فبالتالي أنا أحترم الأنظمة والقوانين في الدولة، لأن الشخص اللي يكون حامل هذا الفيروس لازم يكون تحت متابعة طبية ويكون في فترة عزل. وتم التنسيق ياي من قبل الجهات الرسمية في إمارة دبي، جزاهم الله الخير، بعتولي سيارة إسعاف على البيت، وانتقلت على مركز العزل. وأول ما ياني الخبر كان صعب علي صراحة، خوف وشعور أنك أنت وين رايح وكيف بتعيش في فترة العزل وكيف بتكون حياتك أثناء فترة العزل. بالبداية خوف، وهذا أمر طبيعي، لكن اللي أعطاني مؤشر إيجابي أني أول ما وصلت منطقة العزل، الاستقبال اللي كان من الفريق الطبي، المكان كان فندق محول كمستشفى متكامل بكامل الأجهزة الطبية اللي محتاجتنا في هالحالة. هذا أعطاني شعور بالراحة النفسية بشكل أنت ما تتصور. زين، طبعا أستاذ سيف، سؤالي هو، تعرف أنت حاليا الناس عندها هلع وتسمع كثير من الإشاعات وتسمع أن الفيروس قاتل وإنه أنت أول ما خبروك، طبعا كل إنسان يكون خايف على نفسه، خايف على عياله، خايف على أسرته، أول ما تلقيت الخبر أن الفحص عندك إيجابي، شو كان أنت شعور؟ كان صعب، لكن شو اللي دار في ذهنك؟ اللي دار في ذهني أني أنا أتبع التعليمات الرسمية في الدولة، أني أنا أكون في تحت متابعة طبية وابتعد عن البيت نهائيا، وهذا للحفاظ على أسرتي وعائلتي وللحفاظ على المجتمع الخارجي لمنع انتشار هذا الفيروس. يعني أنت أول ما تلقيت الخبر هل حجرت على نفسك؟ هل حجرت على نفسك مباشرة؟ أول ما التقيت الخبر الظهر كان تقريبا، تم تطلبي من الجهة الرسمية، قالوا لي والله أنت نتيجتك طلعت بوزيتيف، فبالتالي لازم تدخل عزل. أنا على طول في هذا الوقت عزلت عمري نهائيا في البيت نهائيا، وأثناء هذا تم الاتصال فيه عشان أني أنا أدخل فترة عزل، والتنسيق أني أنا أبعث لهم الموقع، موقع البيت، عشان يطرشون سيارة إسعاف، طرشوا لي سيارة إسعاف. الإجراءات كانت سريعة بشكل يعني أنا ما كنت متوقع عنها، ردة الفعل والإجراءات كانت سريعة، وهذا هدفهم المحافظة على صحتي وعلى صحة المجتمع الخارجي. زين، طبعا أستاذ سيف، الحين طبعا الإنسان يخاف على أسرته، دائما نحن لما نكون في الميدان ونبلغ الشخص أن يعني الاستجابة تكون كالتالي: كيف حالك يا أخوي؟ شو أخبارك؟ نعلمك أن يعني أنت فحصك موجب. أول ردة فعل: عيالي شو بسوي فيهم؟ أنت بالنسبة لك كيف كان الوضع
يعني انا اعرفك اخوي ابو عبد الله، انت علاقتك جدا قويه باسرتك، بعيادك، ام العيال، فكيف كان تصرفك معاهم؟ واقع الخبر دكتور شيء صعب في البدايه، اول ما يخبرونك واقع الخبر شيء صعب، وخاصه نحن نطلع على وسائل التواصل الاجتماعي حاليا او الاخبار العالميه كل شيء بخصوص هذا المرض، وانت وين رايح، مركز العزل كيف بيكون، كيف بيعزلونك، متابعه طبيه كيف بتكون، هالاجراءات كلها يعني تدور في بالك للحظات، ان انا وين رايح، شو مصيري، شو كيف الحياه اللي بعيشها بعدين، هاي الكل دار في 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 مخي، وخوف كان عندي بشكل كبير ما تتصور، يعني كنت خايف وخايف على عيالي، لكن تغلبت على هذا الخوف بشكل ما تتصور. ان شاء الله بتشوفه، اظني انا طرش لك الفيديوهات عن الحياة اليومية في العزل. زين، طبعا اعزائي المشاهدين خلونا او تعالوا نشوف شو كان يسوي ضيفنا سيف اهلي في العزل الصحي، علشان كان يستغل وقت الفراغ، وخلونا نشوف كيف كان يستقبل الاشياء اللي يطلبها من الخارج، تابعوا معنا. مساء الخير، الحمد لله دائما وابدا على كل حال. خلال فترة العزل اللي حاليا انا موجود فيها، احاول ان يكون ما في وقت فراغ عندي عشان اني انا ما انزل من روحي المعنوية، دائما اخلي ايجابياتي وروحي المعنوية عالية، هاي بالذات عشان الفترة اللي انا امر عليها فيها صعبة. فانا مسوي برنامج رياضة، مخصص برنامج رياضة في اليوم مرتين، اشتريت معدات رياضة وصلوا واتمرن الحمد لله والشكر في منطقة صغيرة صح، لكن احاول اني امارس اي نوع من النشاط الرياضي في المكان، عندي برنامج مكتوب سواء للقراءة سواء للرياضة، الاشياء اللي اسويها حط البرنامج، بس ما اخلي وقت فراغ عشان ما احس باي طاقة سلبية، عشان اني انا احاول اتغلب على هذا المرض اللي حاليا موجود فيه بالتمرين برفع روح المعنوية ان شاء الله. مساء الخير، المركز العزل اللي موجود فيه الحين وقت الرياضة، الصالة الرياضية احسن عن فتنس فيرست مسوينا انا بعد صح، والبرنامج جاهز، يلا غاية الرياضة الحين، شوية نشاط، شوية تجديد، شوية حركة للعضلة تبث فيك روح الإيجابية، ترفع هرمون المناعة أكثر وأكثر إن شاء الله. دعواتكم، جرس يرن خير إن شاء الله. ما حد الممر فاضي، إيه أوكي. جزاه الله الخير، جزاه الله الخير. الريال اللي طلبنا طالب مني بعض المعدات التمرين شوية يا بن، جزاه الله الخير. نعود إلى ضيفنا العزيز الأستاذ سيف أهلي. طبعا في مسألة العزل أنت تتعالج، والعلاج يختلف من حالة إلى حالة، لأن الحالات تختلف، في حالة ممكن ما تحس بشيء، حالة نسميها بسيطة، حالة ثانية متوسطة شديدة أو حرجة. أنت الحمد لله رب العباد كنت بين المافي إلى حالة، يعني مثل ما تقول حالة بسيطة. خلنا نقول في العزل كل إنسان ممكن يكتسب إيجابيات وممكن يعاني من سلبيات وبعدها يتعلم. إذا تسألنا الأستاذ سيف أهلي أو أبو عبد الله، شو الإيجابيات اللي اكتسبتها أثناء فترة العزل في وجودك في الفترة هاي، وشو السلبيات اللي واجهتها من تحديات، وكيف تغلبت على التحديات هذه؟ دكتور، إدارة الضغوط النفسية في 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 هذا الوقت وايد مهم لأي إنسان، إن يكون في عزل أو حجر، أنت في غرفة صغيرة، كيف تبعد عنك الخوف؟ الخوف في هذا الوقت شيء طبيعي، لكن إذا زاد عنك الخوف تمكن منك، بالتالي تقل مناعتك. أنا قد ما كنت أقدر أني أنا أهيئ نفسي أني أنا أتعايش في هذا المكان اللي أنا حاليا بكون موجود فيه لمدة أسبوعين 3 أسابيع، الله أعلم، كل ما رفعت روحي المعنوية كل ما رفعت المناعة عندي. أنا من الأشياء اللي سويتها الحمد لله والشكر، أنا حاولت أنقل صورة إيجابية عن العزل، ان الناس كلها كانوا متخوفين نحن بنصير عزل وكيف بيكون مصيرنا في العزل، ابتديت اصور يومياتي في العزل من اصبح الصبح لين امسي، اراوي الناس كلهم اللي كانوا يتابعون سواء في وسائل التواصل الاجتماعي، سواء في انستغرام او في سناب، اصور انزل الوقت هذا انا جالس اسوي هذا الشيء، العصر عندي برنامج رياضه، الظهر عندي راحه،
العصر كان بعد المغرب عندي برنامج رياضة، العصر كان عندي جزء من بعض التمارين الاسترخاء اللي اسويها، فما عطيت عمري وقت فراغ واني انا اتعايش بشكل ايجابي الوضع اللي انا موجود فيه وانقل صورة ايجابية عن العزل، لان اللي حسيته وردود الافعال اللي يتني المجتمع الخارجي موجود خايف وعارف شوف العزل كيف الحياة في العزل، الحياة اليومية في العزل وين بنسير كيف بيعاملونا، فأنا كنت أصور كل صغيرة وكبيرة أثناء العزل، مثلا يوم يجيبوا لي الأكل أصور أبطل الباب أنا أستلم الأكل، المداعبات اللي تستوي بيني وبين الفريق الطبي اللي كان يجي نسولف نضحك، لأن أنت موجود في غرفة ما تشوف وجوه الناس، لأن كل اللي جايين حماية لهم أن يلبسون واقي، يلبسون أشياء للمحافظة على صحتهم، وهذا شيء إيجابي بالعكس، فأنا أضحك معهم، روح الدعابة، وأني أنا أبتعد عن أي شيء سلبي، المناعة أعطيت عمري مناعة نفسية عشان أرفع الأشياء الإيجابية في حياتي في هذا الوقت اللي أنا بكون فيه، واستغل أثناء ما كنت في العزل في الأشياء الإيجابية، سواء كانت قراءة، التواصل الاجتماعي ويا العالم الخارجي، أبث يومياتي في فترة العزل، تمارين الرياضة اللي كنت أسويها. ما تتصور دكتور من الأشياء الإيجابية فعلا، اكتشفت أن عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن في أخوان موجودين في الحجر في أبوظبي عندهم تحدي بالعزل وبالحجر، فقمنا ندخل كل يوم عقب صلاة المغرب نتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونبث فيديوهات لبعض أني أنا جاهز للتحدي بالمركز العزل اللي أنا موجود فيه في دبي، فهو يعطيني فيديو من مركز الحجر اللي موجود فيه في أبوظبي أنا جاهز للتحدي، فسوينا لهاشتاك تحدي في الحجر أو تحدي في الغرفة. زين خوي سيف في الغرفة. خوي أحيانا أنت يعني لاحظت أن الحمد لله رب العباد جاهزية الحكومة، جاهزية الدولة في التعامل مع كل الفئات اللي نحن في الجائحة هاي، سواء كانوا في العزل أو كانوا في الحجر أو حتى اللي جالسين في بيوتهم، وحتى تلاحظ أن الموظفين يتلاقون عن بعد والاجتماعات تصبح عن بعد، فالجاهزية هاي موجودة والدولة أثبتت جاهزيتها. اليوم الحين مثلا وأنا أدري أنك أنت جاي من عندك خلفية صحية لأنك تشتغل في القطاع الصحي في مكان من الأماكن اللي ذكرناهم، أولويات سيف أهلي ما قبل العزل لما أصيب بالفيروس هذا والحين طلع في الحجر وبيطلع إلى الحياة، في أشياء تغيرت أو بتغيرها في حياتك؟ يعني هل خلينا نقول يعني التجربة هذه فادتك كسيف أهلي؟ التجربة هاي فادتني أني أنا جالس تقريبا مدة بيني وبين نفسي، أعطتني بعض الروح الإيجابية بشكل ما تصورها. الخدمات دكتور اللي انت ذكرتها، الدولة الخدمات الطبية اللي كانت متوفرة على مدار الساعة، المتابعة الطبية اللي كانت موجودة أثناء ما كنت في العزل على مدار الساعة، أنا ما كنت متوقع عنها، بس يوم شفت ووصلت العزل يعني حسيت أني نفسيا مرتاح من المتابعة الطبية اليومية وعلى مدار الساعة. اليوم أنا كنت في فندق، أنا قلت بيني وبين نفسي أنا بسير، أنا عندي فيروس بيودوني فندق كيف؟ مفروض أني أنا أكون في مستشفى. يوم رحت الفندق شفت التجهيزات اللي موجودة كأن مستشفى متكامل مع أكثر الأجهزة المطلوبة موجودة في هذا الفندق، جهاز الأشعة يجيبوا لي لين الغرفة كل يومين تقريبا يأخذون أشعة علي، تخطيط القلب لين الغرفة، أجهزة التنفس الصناعي موجودة، جهاز القلب موجود، فريق طبي متكامل على مدار الساعة، تواصل يومي ويا الدكتور كان موجود. هذا بشكل كبير أعطاني اطمئنان وراحة نفسية ورفع معنوياتي بشكل كبير. بالنسبة للأشياء اللي تغيرت عندي، أني أنا أزيد عقب هذا، بعقب هاي التجربة، أني أنا أنشر الوعي في المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أبث الروح الإيجابية خاصة في هاي الفترة الصعبة اللي نحن ياسين مر فيها. الناس لازم تتفائل، نحن الحمد لله والشكر عنا أفضل خدمات طبية، الدولة مو مقصرة، في ناس في الصفوف الأولى يشتغلون ليل نهار المحافظة على صحة الناس، الكل لازم يطمن
الكل لازم يكون إيجابي ويبعد عن الخوف، وهذا مهم جدا عشان إن نحن نطمن عايشين في مجتمع الحمد لله عايشين في وطن هدف صح. الإنسان والإنسانية، لأن مهم إنك بين المواطن والمقيم. لازم الإنسان يفرق ما بين الخوف والحذر، لأن الخوف طبعا الحكمة تبتعد عنك، أما الحذر ممكن تتحرك، لكن الحكمة موجودة وبتعرف متى تتصرف ومتى تأخذ القرار الصحيح. طبعا بعد 9 أيام من العزل الصحي استطاع سيف أهلي بكل عزم وإرادة أن يهزم فيروس كورونا ويخرج من العزل. تابعوا معنا. مساء الخير. هاي المرة دكت الباب مختلفة تماما، تعرفون السبب؟ أخيرا الحمد لله والشكر إفراج، خلصت فترة العزل اللي كنت فيها، ألف الحمد لله والشكر. نتائج طلعت سلبية المرتين الحمد لله والشكر. على كل حال قبل ما أنزل تحت أخلص إجراءاتي بس أصور هذا الممر اللي كل يوم كنت أصوره من وراء الباب، الغرفة اللي تميت فيها في عزل تقريبا لمدة 9 أيام. شوف القدرات الإمكانيات التجهيزات، هذا فندق تم تحويل المستشفى كامل كامل التجهيزات، لاحظوا 3 أدوار كأنك أنت جالس في مستشفى. خلونا نسير خلص إجراءاتك. عود إلى ضيفنا العزيز أستاذ سيف أهلي. أخوي سيف، اليوم إذا أنت كانت لك جلسة مع أسرتك وجلسة مع عيالك، يعني اليوم أنت بتير سياهم بعد فترة، ما بتطلع من فترة الحجر، بتير سياهم ويا الأسرة، لأن في مستقبل، يعني أمامكم مستقبل، شو بتكون نصيحتك إلهم؟ شو بتنصحهم؟ كيف بتعيشون وكيف بتسيرون إلى المستقبل؟ نحن دكتور حاليا أنا في فترة حجر في البيت، مبتعد عن العيال وعن العائلة ومتبع التعليمات والإرشادات. اللي أنا رسالة لوجهها لعائلتي وللمجتمع الخارجي في هذا الوقت، نتبع التعليمات اللي تطلع من الجهات الرسمية في الدولة، هذا شيء مهم، وهي التعليمات اللي تطلع من الجهات الرسمية للمحافظة على صحتنا وصحة المجتمع الخارجي. الكل لازم يتعاون ويتكاتف في هاي الفترة الصعبة عشان نحن نجتاز هاي المرحلة الصعبة اللي نمر فيها. الوطن الكل دكتور، علينا نحن الالتزام بالمحافظة على التعليمات هذه، هاي رسالة وايد مهمة في الفترة الصعبة اللي نحن ياسين نمر فيها. نفس الرسالة هاي أوجهها لعائلتي، أوجهها لجميع أفراد المجتمع اللي كانوا موجودين سواء مواطن أو مقيم، الالتزام وأخذ التعليمات من الجهات الرسمية وهم هدفهم المحافظة على صحتنا. وعيالك شو اللي بتنصحهم؟ عيالي أنصحهم إنهم في الفترة الحالية يكون يأخذون الإجراءات الاحترازية اللي مفروض يكون فيها، إنهم مثلا يغسلون إيديهم، تعقيمات المكان، طلع من البيت ما في، أخذ الإجراءات اللي جالسة تستوي، القراءة عشان يطلع شو جالسة تستوي بخصوص هذا المرض اللي منتشر، يثقف عمره يتعلم عشان انه لا قدر الله يدارك اي شيء خطا يستوي. شكرا لك استاذ سيف على قبولك الدعوه، ومثل ما ذكرت ان الوطن بالفعل غالي، ولما نتكاتف بنحافظ على وطننا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. أنا دكتور عندي ان دولتنا والحمد لله والشكر مكان آمن إن إحنا نعيش فيه، الرعاية الطبية والاهتمام الطبي بشكل ما تتصورون اللي حصلته خلال فترة العزل اللي كنت موجود فيه. الكل لازم يتفائل، الكل يبعد عن التشاؤم، نمنع تداول الأخبار اللي هي أو الإشاعات، ناخذ الأخبار من المصادر الرسمية في الدولة خاصة في هاي الفترة الصعبة اللي إحنا ياسين مر فيها. بلادنا والحمد لله والشكر وطن الإنسان والإنسانية. شكرا للمواطن وللمقيم. شكرا لوطن نعيش فيه. أعزائي المشاهدين، تابعونا في الحلقات القادمة.